فور ميك اب فور ايفر ايش نزلوا لكم؟ هذا باليت الفونديشن كونسيلر كونتور بلاش كله في واحد، وشوفوا شوفوا كبره كبر يدي يعني مره 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 حلو. واحلى شيء انه يعني ما في لون معين، عادي انتوا تدمجون لين تطلعون اللي تبونه، يعني حتى اللون الابيض حاطينه لكم مو لون معين بس. وحسيتها ينفع اكثر شيء للسفر، والناس اللي ما تحب يعني كونسيلر الحال فونديشن الحال وما ادري ايش، فخلاص كله بواحد. كمان ميك اب ارتست مره بينفعكم، حتى شوفوا مره كريمي، شايفين مره 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 كريمي. واحلى شيء هذا ميك اب فريفر ميك ابهم يقعد يطول على البشره، ما يقعد نص ساعه ساعه ولا ثلاث ساعات ويروح، لا صدق يقعد. ولو ثبتوه كمان بالباودر بيطلع احلى واحلى. واحلى شيء شوف الدرجات اللي فيه مرة جميلة، برونز كونتور هايلايت كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء فيه، شايفين؟